بشأن الصراع الدائر بين شركاء العملية السياسية الذي تجلى طبعا بوضوح في محافظة ذي قار، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل. أستاذ عبد القادر أهلا بكم. صراع شركاء العملية السياسية محتدم في ذي قار وذلك من أجل الاستحواذ على موازنة المحافظة، لكن هل تحول العمل السياسي في العراق إلى مغنم أستاذ عبد القادر؟ اهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. العمل السياسي في العراق هو منذ اللحظه الاولى الى مغنم، هم يتصارعون على كسب الاموال الحرام الذي يسرقونها من اموال الشعب العراقي، وبالتالي لو كان هناك عملا سياسيا لكانت هناك عمليه سياسيه ونظام سياسي في العراق. ما يحدث الان هو فقط صراع الفاسدين فيما بينهم على سرقه المال العراقي بشكل واضح وجلي دون الاكتراث الى معاناه الشعب العراقي، ودون ان يؤسسوا حتى لتاريخهم انهم حكموا حقبه من الزمن ولم يستطيعوا ان ينفذوا مشروعا واحدا، وبالتالي الفساد ينخر في جسد الدوله العراقيه منذ 17 عاما ونحن الان نسير في العام 18. هذا الفساد هو تقاسم الاحزاب السياسيه فيما بينهم على ما يجري من عمليات نهب منظمه لاموال العراقيين بشكل حقيقه مريع ومخيف. طيب أستاذ عبد القادر، هذه الموازنة التي يتصارع عليها شركاء العملية السياسية تعتقد أنها تنفق وفق الخطة الموضوعة لتنمية المحافظة أم أن ما يعلن غير ما يتم على أرض الواقع؟ على أرض الواقع لا يوجد أي مشاريع يمكن أن يشار إليها أنهم استطاعوا أن ينفذوا شيئا، فلا يوجد هناك بناء مستشفيات ولا مدارس ولا أي بناء استراتيجي ولا حتى البنى التحتية. كل ما يجري في العراق هو تدمير، وهم يعتمدون على بنايات أو أبنية أو خطة عمل وضعت في الثمانينات من القرن الماضي حتى أيام الحصار. لم يكن الشعب العراقي يعاني ما يعانيه اليوم من دمار هائل للبنى التحتية، فلذلك لا يمكن أن يكون أن الصراع الموجود حاليا على أعمال يتم تنفيذها. ما يجري هو عملية سرقة منظمة، والأعمال التي يصفونها هي أعمال فقط على الورق لا تنفذ على أرض الواقع، وبدليل أن كثير من ناشطي المحافظات بثوا تسجيلات واقعية لأعمال وهمية وضعت حجر الأساس فيها سواء في البصرة أو في مناطق أخرى، وبالتالي إلى يومنا هذا لم يتم بناؤها وإنما خصصت الأموال وسرقت. لذلك عندما نتكلم عن أرقام الفساد الهائلة والكبيرة في العراق يتضح أن الأعمال كلها وهمية على الورق، أما على أرض الميدان فلا وجود لأي إعمار أو مشاريع تم بناؤها في أي حكومة مضت خلال 17 عاما الماضية. أستاذ عبد القادر، يبدو أن يعني مسألة أرقام موازنة المحافظة البالغة أكثر من تريليون دينار، أتحدث هنا عن محافظة ذي قار، يعني يبدو أنها قد فتحت شهية شركاء العملية السياسية في التنافس عليها، لكن هنا من يحاسبهم إذا ما أنفقت هذه الأموال في غير الأوجه المخصصة لها إن صح التعبير؟ الصراع على مغانم المحافظات وتخصيص المحافظات في كل المحافظات، لأنه حقيقة الآن يجري عملية سرقة منظمة لاستعدادا للانتخابات واستعدادا إلى ما خسروا من الانتخابات، فإنهم أقل تقدير يحصلون على الأموال ليهربوا خارج العراق فيها، وبالتالي الناصرية تعاني وضعا مأساويا كارثيا بدليل أنها مدمرة تماما في بناها التحتية، ولذلك هؤلاء يتصارعون على هذا المبلغ للتقاسم فيما بينهم، ولو كان هناك قسمة لهذه الأحزاب لما وجدت هذا الصراع، وبالتالي حتى في الحزب الواحد يتصارعون لأن الذين تبوأوا بعض المناصب من هذا الحزب أو ذاك الحزب يسرقون أموال أحزابهم التي تطالب بها الأحزاب، هذه الشخصيات التي أوصلتهم إلى المناصب. على هذا الأساس فإن الصراع محتدم بين أطراف العملية السياسية على المبالغ، وبالتالي من يحاسب من؟ إذا كانت الأحزاب الرئيسية التي تسيطر على الحكومة المركزية هي أصلها تريد حصص مالية وفساد واضح تماما، بدليل أن الحسابات الختامية لجميع الحكومات المتعاقبة لم يكشف عنها إلى هذه اللحظة، بل لم تقدم لا إلى مجلس النواب ولا لإقرارها في حسابات ختامية، وكل الوزارات على هذه الشاكلة، وبالتالي المشاريع التي يقولون أنهم فعلوها واستلموا عليها أموال
لم يجري تسليمها والمحاسبة عليها، فكيف يتم محاسبة هؤلاء على الأموال الفائضة والأموال الموجودة ضمن هذه المحافظات وميزانياتها؟ لذلك هم يحتدمون باتجاه المحافظات لأنها الأبعد عن الأعين وعن الإعلام، وبالتالي يجري سرقة الأموال. وما يحدث في كل المحافظات هو سرقة ما يقارب 75% من الأموال المخصصة، وبالتالي يظهرون أنهم يعني يعمرون في هذه المحافظات. أستاذ عبد القادر، باعتقادكم هل يستطيع الكاظمي الكشف عن السرقات التي تحدث في موازنة المحافظات؟ هل لديه الجرأة على ذلك؟ الكاظمي حقيقة يمارس عملية الشراكة الفعلية في الفساد، وهو لا يجرؤ لأنه أصلا هو ليست لديه رغبة في عملية محاسبة الفاسدين، فهو يريد أيضا شراكة، ولذلك هو لا يمتلك هذه المحافظات، وبالتالي يذهب باتجاه التلويح والضغط من أجل إيصال حصصه المالية من موازنة هذه المحافظات، ولذلك هو يصمت عن محافظات ويطالب بمحافظات أخرى من أجل أن يؤسس له إمبراطورية مالية لتأسيس حزبه القادم الذي يريد الخوض فيه في الانتخابات. لذلك الكاظمي لن يجرؤ على هذه القضية، ولم يفتح ملفات الفساد حتى يتم محاسبة الفاسدين أو يتابع الميزانيات المالية، بل رصدنا كثير من الأموال التي أهدرت في منح دولية لإعمار محافظات منكوبة كالأنبار والموصل. نعم. الكاظمي غض النظر عن فساد صندوق إعمار هذه المدن الذي يأخذ أموالا دولية، لذلك بالتالي الكاظمي شريك أساسي في الفساد، ولن يكون لا ناقدا ولا ملاحظا ولا حتى حقيقة محاسبا لكل الفاسدين. أستاذ عبد القادر، لو ربطنا بين الوضع الميداني وأيضا الوضع الاقتصادي، كما تعرفون وتتابعون أنتم، يعني بالأمس استشهد 3 متظاهرين وأصيب ما يقرب 20، اليوم أصيب 17 في مواجهات مع قوات الأمن لمطالبتهم بحقهم في التوظيف وأيضا الحياة الكريمة من خلال إسقاط العملية السياسية. هل يمثل شركاء العملية السياسية هؤلاء المتظاهرين، أم أن دورهم اقتصر على نهب المقدرات العراق؟ شركاء العملية السياسية يجزمون بل مصممين على أن الخطر الحقيقي من هؤلاء المتظاهرين. نعم. لذلك يعد المتظاهرون خصوما حقيقية لكل أطراف العملية السياسية، فهم يريدون انتزاع السلطة منهم وانتزاع فسادهم الذي أوغل في العراق وفي الشعب العراقي من خلال نهب خيراته وانهيار اقتصاده، وأطراف العملية السياسية يتحملون كافة ما يجري في العراق من انهيارات اقتصادية حقيقة رافقها هذا الانهيار الاقتصادي، انهيار صحي وانهيار تعليمي وانهيار معيشي على لقمة المواطن البسيط. لذلك قتل المتظاهرين هو مشروع أساسي لكل أطراف العملية السياسية، وهم مشتركون بهذا الدم، ولذلك هم يصرون لأن هذه الأصوات النقية هي تطالب بالإصلاح، تطالب بحقوقها، تطالب بانتزاع العراق من الفاسدين، وبالتالي تنوعت المطالب أمام، وكلها مطالب مشروعة، سواء المطالب الاقتصادية أو المطالب الخدمية أو مطالب إسقاط العملية السياسية، الذين يرون أنه لا حل في أي مطالبة من هؤلاء الفاسدين، ولن يأتي أي مطلب من تلك الأحزاب الفاسدة، بدليل أن المطالب التوظيف وغيرها تجابه بالقتل، فكيف الذين يطالبون بتغيير النظام السياسي؟ على هذا الأساس فإن الأحزاب السياسية لا تمثل المتظاهرين، بل تعدهم وتعد الشعب العراقي خصما حقيقيا لهم، لأنهم يشعرون بخطر انتزاع السلطة. عبر سكاي من عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل، شكرا جزيلا لكم.